السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من مراجعات فصل 7 والمسائل الخاصة بخصائص الموجة. المسألة رقم 28 للصف 11 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة. تنتشر موجة في الاتجاه الموجب لمحور إكس بتردد كما يظهر في الشكل. جد لتلك الموجة السعة. شو المعطيات عندنا؟ التردد، وعندنا نصف الطول الموجي أخذته من الرسم، وعندنا ضعف السعة. المسافة هذه من هنا لهنا هي ضعف السعة، لأن من هنا لهنا هذه السعة هذه A. المسافة هذه هي نصف الموجة، من هنا لهنا هي نصف الموجة 10 سنتيمتر. إذن أول شيء بدنا نجيب السعة وتساوي 18 اللي هي هذا، حولتها لمتر فصارت السعة بهذا الشكل. الطول الموجي أنت عندك هون نصف الطول الموجي، إذن لمدة تساوي 2 ضرب حولتها للمتر، 10 سنتيمتر تقسيم 100 بتطلع هذا. إذن هذا الطلب ألف، هذا الطلب باء. الزمن الدوري مقلوب التردد، كونه عنا التردد إذن مباشرة مقلوب التردد ما بتحتار. هذا الطلب جيم. المعطيات هي بتحدد لك المعادلة. الطلب دال السرعة، السرعة بتحدد هذه المعادلة. إذن المعطيات مع المطلوب بيحددوا لك المعادلة المناسبة في حال كنت حافظ المعادلات، فسهل عقلك يربط بيناتهم وفي أمان الله.